مباشرة من برنامج خير وجليس، ولليوم الثاني من القاعة رقم 3 من معرض بغداد الدولي. اليوم متواصلين وياكم، راح نشوف ونغطي نشاطات هذا المعرض، وايضا يعني بداية قبل ابدي ببداية الحلقة اليوم، يعني فارقنا احد اهم شعراء العراق والوطن العربي هو الراحل مظفر النواب. بعد صراع طويل من المرض اليوم توفى ووافاه الاجل بدبي. نتمنى انه الرحمه والخلود لشاعر وفارس الكلمه الذي يقول: لا تفرح بدمنا لا يلق طاعي، صويح من يموت المنجل الايداعي. فراح نشوف الناس ايضا ونشوف يعني كلمتهم بخصوص هذا الموضوع برحيل الشاعر مظفر النواب. السلام عليكم. سلام يا هلا، كيفك يا هلا؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله. شلون هالمبيعات؟ مقبوله. اليوم الثاني؟ نعم. البارحة شلون كان الأجواء، نسبة المبيعات، الناس، عدد الزائرين؟ يعني بعده عدد الزائرين دون المستوى المعروف أو دون يعني الحد اللي معروف عنه معرض بغداد الدولي للكتاب. كمان المبيعات هلا ما بعرف صراحة شو الظروف اللي مأثرة، بس إنه ما فيني أقول سيء، فيني أقول مقبول، وبنتأمل يصير أفضل. هاي بداية يعني، لأن أول يومين ما نقدر نحكم إحنا. أكيد. لكن نريد بنسبة يعني. بنسبة مقبول جيد جدا اعتبارا. خصوصاً إنه اليوم يعني إحنا كعراقيين فقدنا شاعر مهم، ألا وهو الراحل مظفر النواب. طبعاً يعني رحمة الله عليه، وطبعاً هو من أشهر وأهم شعراء المعاصرين، مش بس بالعراق، على مستوى العالم العربي. ويعني ما فينا غير نوجه له التحية، خاصة للمواقف اللي متعلقة بالعروبة والقومية العربية، فكل الاحترام، والله يغفر له ويرحم روحه. إن شاء الله يغفر لجميع الأموات. خلينا بإطار الكتاب اليوم، شنو الجناح مالتكم؟ شو يضم الأقسام الموجودة؟ نحن بالمبدأ شركتنا هي اسمها إنسايكلوميديا، ونحن متخصصين بكتب العمارة وكتب التصميم. هندسة. كل شيء له علاقة بالعمارة الخارجية وبالعمارة الداخلية، بالجرافيك ديزاين، كتب فنون بشكل عام. هذا هو اختصاصنا، ونحن موجهين يعني كتابنا هو موجه للمهتمين بالفنون بشكل عام، للمعماريين والمعماريات، للمصممين والمصممات، لازم نقول المصممات والمصممين، ولا الطلاب اللي بيدرسوا هذا النوع من الاختصاصات. نعم. يعني الكتب تعتبر تخصصية اليوم؟ نعم، كتب تخصصية. نعم. بالعادة دائما انه يكون اسعار الكتب التخصصية غالية. صحيح. صح؟ صح. يعني اليوم اسعاركم مش قد؟ نحن عم نجرب قد ما فينا، يعني بنعرف الوضع مش بس بالعراق. نعم. الوضع بشكل عام بالعالم هو شوي متردي، اقتصادية العالم كلها مضروبة. نحن مراعيين هذا الوضع ومراعيين هذه الظروف، وعم نعمل حسومات كتير كبيرة خاصة للطلاب، لحتى يعني يقدروا ياخذوا كتاب، يشتروا كتاب. يعني نكون تخفيض. اكو تخفيض اليوم؟ اكو جدا طبعا، تخفيضات عم توصل ل 70 و80%. يعني في بعض الاشياء نحن قاصدين نعمل عليها تخفيضات كبيره، منا نحن لنرجع نجدد شوي جلدنا، وشوي نكون عم نساهم مع الطلاب، خاصه انهم يكتنوا كتب بمجال اختصاصهم.
تسلم، شكرا، يعطيكم العافيه. نعم مشاهدينا الكرام، نتواصل وياكم ايضا. من المفرح انه اليوم نشوف اكو تعاون من قبل دور النشر والكتب، خصوصا انه الكتب التخصصيه بالعاده دائما ما تكون غاليه، يعني المواطن يعاني شويه من هذا الموضوع، لكن اليوم اكو تخفيض وبنسبة عالية، يعني 70 و80%. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يسلمك. زائر لو عندك جناح؟ والله زائر. جيد. اليوم الأول لك؟ اي والله. افتريت بالمعرض؟ يعني تقريبا قاعتين، دا ابحث عن كتب بداخلي يعني بذاكرتي. شنو الاختصاص مالك؟ إعلام. لا الكتب قصدي سياسية. سياسية والتسويق إعلامي. وجدتها لو ما وجدتها؟ والله دا ابحث يعني. ايه ما لقيتها؟ بعد. قديمه هاي الكتب؟ والله حديثه، احنا نبحث عن الحديث، يعني اذا ما نلقى الحديث ما نطور نفسنا. صعب. دور النشر شفتن لو اكو دار نشر مثلا تعرفه؟ والله دا اشوف الكل يعني. بما انه انت اليوم اعلامي. نعم. وتشرفنا طبعا. على راسك. كلمه اعلاميه من شخص اعلامي شاف اليوم المعرض، معرض بغداد الدولي ودورته اللي 32، يعني هذا الشيء مفرح لنا كعراقيين، ومفرح ايضا لبغداد وللناس وانك كشعب بشكل عام. والله يا اخي احنا نفرح بكل مهرجان، بكل عمل، بكل شيء يرفع اسم العراق، يعني احنا نبعث رساله للعالم انه احنا موجودين، نعيش بامان، نعيش. احنا رساله احنا موجودين من زمان، بعثها اجداد قلقامش وحمرابي. نجددها، يعني نغير الصوره الموجوده بالعالم. العالم يقول لك العراق كله متفجرات وكله قتل عمي، وهذا الشيء يصبح من الماضي. العراق الان قبله للعالم، قبله للاستثمار، قبله لكل شيء. السياحه، الاطلاعات، الثقافه، كل شيء. السياحه، واحنا بحاجه الان الى الاستثمار السياحي والاستثمار الثقافي والاعلامي. في نفس الوقت حتى ما يفوتني الموضوع انه اليوم العراق فقد احد اهم كتاب الوطن العربي. والله نعيناه يعني مع الاسم. راح المظفر النواب. راح المظفر النواب رجل ليس كمثله رجل، وشاعر فقدته الامه العربيه وليس العراق. شاعر يعني مع الاسف. الى رحمه الله، شو تسوي؟ الى رحمه الله. فقدنا، نفقد الكثير يعني. شو تسوي؟ خلينا نتمشى وياك. يا الف هلا بك. اليوم الاسعار يمكن الناس بذيك الدورة شكت شوية نوعا ما من الأسعار. لا زين، جيدة يعني. عاملت؟ نعم، على كتب لقيتها $5، يعني تقريبا 6000 أو أكثر أقل هيك. 6000. أي نعم، هاي. أي نعم. يعني الأسعار منطقية اليوم؟ أي منطقية بالقياس إلى دول العالم. يعني شنو وجه للعوائل، للناس اللي تشاهد، ممكن يجون يزورون؟ والله أتمنى الكل، يعني أتمنى يعني مو بس شتنا، يعني الاطفال. لاحظ هنا اكو كتب للاطفال، هنا كتب للسياحة، كل شيء موجود. انا اتمنى لك. الله يخليك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، وبالتالي ايضا اليوم يعني الاسعار مناسبه ومنطقيه جدا، خصوصا انه احنا مقبلين هاي الايام على شويه طقس غير يعني مستقر، خصوصا انه الزائر الابيض راح يتواجد الا وهو التراب الاصفر. فنتمنى انه هاي الايام شويه طقس عسى ولعل يعتدل حتى الناس تجي زائر. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. جامعه البيان، جاي نشوفها مشاركه هنا. بالتاكيد تحرص جامعه البيان حتكون متواجده مثل هكذا محفل اكاديمي، تحرص انه تشارك بمثل هكذا معارض الكتاب. شنو نوع المشاركه اليوم لكم؟ جاي اشوف كتب. شاركت جامعة البيان بمختلف أدران. نعم، بمختلف أقسامها، بمختلف الكليات السبعة اللي تحتويها جامعة البيان، تحرص أنه تكون موجودة كلمسة، كإضافة أكاديمية في معرض الكتاب. يعني سؤال، الكتب الموجودة اليوم تخص شنو؟ نعم، مختلف التخصصات السياسية الاقتصادية القانونية بالتأكيد. تفضل. نعم، نوع الكتب اللي موجودة؟ توجد مجموعة من الدوريات اللي تتضمن دراسات، نعم، دراسات سياسية اقتصادية قانونية، أيضا بالتخصصات الأخرى. أيضا شاركت مجموعة البحوث اللي تكون من قبل التدريسيين في الجامعة. المجلة تابعة لكم؟ مجلة دراسات البيان؟ هذه تابعة لمركز البيان للدراسات. كلش قد تصدر هذه؟ هذه مجلة نصف، قسم من عندها نصب دورية. كذلك الجامعة حاليا تعمل على استحداث مجموعة من المجلات، منها القانونية، منها المجلات العلمية الخاصة بالجامعة، يعني بغض النظر انه تكون بمختلف التخصصات متفرقة.
صراحة نفرح حقيقة من نشوف هيك مشاركات، سيما أنه جامعة وغيرها من دور نشر، لكن بالتالي اليوم أنتم كجامعة أخذتوا على عاتقكم نسقتوا مع الطلبة يجون هنا يزورون المعرض؟ بالتأكيد، لو حضرتك كنت متواجد قبل قليل. لا سجيت بعد. أوكي، كانت مجموعة من طلبة الجامعة بالتحديد. إحنا كجامعة ما حتكون مشاركتنا فقط من قبل الأساتذة. نوع المشاركة. وإنما أيضا راح تكون مجموعة من طلبة الجامعة راح يكونوا متواجدين يعني بشفتات صباحية ومسائية، أيضا متواجدين يعني بمعرض الكتاب. منالكم التوفيق. كذلك كانت يعني هناك زيارات ايضا يعني بالدوره الماضيه السابقه لمعرض الكتاب اللي كانت قبل بضعه اشهر، كانت هناك زياره من قبل طلبه كليه القانون لمعرض الكتاب، خاصه اللي كانوا مقبلين على مشاريع تخرج. نعم اخذناهم احنا، يعني نظمنا انه تكون هناك باشراف مجموعه من اساتذه كليه القانون، كانت لدينا زياره لمعرض الكتاب. شكرا حضرتك، اهلا وسهلا. نعم مشاهدينا الكرام، وايضا بالتالي احنا نفرح حقيقه من نشوف هيك نشاطات، سيما انه اليوم الطلبه الجامعيين الاكاديميين يتواجدون ويشاركون بمعرض بغداد الدولي، على اعتبار انه اليوم الشباب يعني نهضه الامم دائما تكون بالشباب، وعلى عاتق كل بلد انه يهتم دائما بشبابه، واحنا هذا اللي نتمناه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، حياكم الله. شلون المعرض؟ شلون المبيعات؟ والله الحمد لله، كيوم ثاني الحمد لله والشكر. يبشر ان شاء الله بخير، مع انه ظروف امتحانات ومدارس، بس ان شاء الله عاصفه ترابيه جايتنا. الله يعني يقال، بس ان شاء الله اذا اراد الله يكون له كن فيكون. اكو بوادر اليوم بين الجو. اكو بوادر، وبعد ما ندري يعني بالعاصفه شلون راح يصير الحضور، بس ان شاء الله خير نتامل. خلينا نتعرف على جناحكم اليوم، شو يضم الاسم؟ احنا طبعا امانه مسجد كوفه، جناح مسجد كوفه، مسجد كوفه المعظم. اغلب كتبنا هي نتاجات مال مسجد كوفه، واغلبها تحتوي عن مسلم عقيل سلام الله عليه، وهاني بن عروه، والمختار الثقفي، كذلك الرموز الدينيه التي عاشت الهاني ومسلم، ومن اصحاب الامام الحسين، مثلا زرار بن عيون، مثلا مفضل بن عمر، يعني الشخصيات الدينيه والتاريخيه، وكذلك عن مسجد الكوفه تحت كتبنا همات. من ضمنها عندي تقريبا حوالي 100 اصدار. 100 اصدار. الحمد لله والشكر، من ضمنها عندي الحولية التي تصدر كل سنة، هذه موجودة أمامكم، مجلة الحولية، هذه سنوية، بل سنة يعني اسمها الحولية لأن هذه سنوية خاصة بمسجد الكوفة. كل البحوث والمنتجات وأغلبها عن مسجد الكوفة. منو كتابها اللي يكتبون؟ يعني هواي يكتبون من عندها، منوعين كتابها. يجينا احنا مثلا، ورئيس التحرير هو مالتها كان المشرف العام قبل سيد موسى الخلخالي. سيد موسى الخلخالي، وانا رئيس التحرير الدكتور كالم سلمان جبوري. هذه طبعا من مسجد بالكوفه، وعندي مجله السفير، هاي مجله السفير شهريه، يعني هاي تصدر كل شهر، شهريه تصدر عن المسجد، عن المسجد، نشاطات المسجد واعمال المسجد، هذه البحوث تجينا من داخل العراق وخارج العراق. بل هذه هم بيها موجود عندنا مسجد الكوفه. احنا خلي استثمر وجودك يعني لا في الوجود. مسجد الكوفة بهاي الفترة ناس تعرف يعني تاريخه، جاي يشد يعني سائحين مستكشفين نوعا ما. طبعا احنا يعني الحمد لله والشكر، مسجد الكوفة الان انفتح انفتاح كامل على العالم، يعني احنا دائما عندنا ضيوف من خارج العراق وبكثرة، وبالاخص عندنا ضيوف يجونا من المانيا او من اسبانيا، بالاخص علماء الاثار، لان مسجد الكوفة يعتبر رابع مسجد بالاسلام. فهواي يجون ضيوف من خارج العراق الى يزورون، يعتبر اثري مسجد الكوفه. زين، خلينا باطار الشباب، حديث الشباب، وانا قبل لا ادخل لك كنت اتحدث عن هذا الموضوع. اليوم الشباب يعني اللي جاي يجون هنا للمعرض بالعاده انه يجون على فد كتب معينه، او دائما يميلون للروايات، للشعر وغيرها. اليوم الكتب الدينيه لها مقبوليه من قبل الشباب بالوقت الحالي؟ والله صراحه اكو، مو ماكو، مع هذا احنا قاعد نساعد الشباب عنا هذه الناحيه، يعني انا تخفيضات جدا كبيره على اسعار الكتب، يعني عندي كتاب ابو 7000 سوينا 4000، مثلا 4000 في سبيل انه الشاب يقرا تاريخه، يقرا الحاضر الماضي، يشوف شنو مسجد الكوفه، يشوف شنو الامام علي من اجى من المدينه سكن الكوفه سلام الله 4 سنوات، وجاب هاي العائله وياه وقعد بهذا البيت الصغير وظل عايش هاي الفتره هناك، هذا كله تاريخ. اريد نتحدث عن امير المؤمنين سلام الله عليه، شهرين ما كمل يا اكثر، هو مسجد الكوفه احنا اذا نريد ندخل له ونسوي به اعمال
رادين اقل شيء في يوم يوم ونص نكمل كل اعماله من كثره المقامات اللي بيه ومن كثره الانبياء الموجودين بيه. وان شاء الله نشوفكم قريبا. سابقا هم شاركتوا في النشاطات الخارج العراق مثلا المعارض الاخرى؟ احنا شاركنا يعني داخل العراق عندنا مشاركات واسعه خارج العراق. خارج العراق عندنا مشاركه في معرض طهران الدولي وعندنا مشاركه في معرض قم الدولي. قم طهران فقط بعد خارج بين الدولتين لا ما عندنا مشاركه. نطمح للاحسن ان شاء الله للافضل الجميع ان شاء الله. حياكم الله. نعم مشاهدينا الكرام يعني من المفرح انه اليوم نشوف هذا التنوع اللي موجود بمعرض بغداد، سيما انه جميع الكتب والاختصاصات موجوده من اجتماعيه دينيه ثقافيه رياضيه وغيرها اعلاميه الى اخره، فبالتالي من يريد ان يطور قدراته فعليه ان يتجه صوب معرض بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، شرفتم. شلون الامور؟ والله بخير، اذا انتم بخير. متخوفين من الجو؟ والله ما ياتي من رب العالمين، هو خير، هو خير محض ان شاء الله خير. الله يحفظك. شلون نشاط المعرض الحركه سيما انه اليوم الثاني؟ يعني البلد هو العراق، وموضع الحرف الاول من العراق، والكتاب انطلق من العراق، والقراء من العراق، وما كتب في هذا الكتاب هو من العراق، فمجمعه واوله واخره في هذا البلد. ونحن على اطمئنان انه هذه الديمومه في مواصله اهتمام المواطن العراقي بمعرض الكتاب هي اهتمامات متواصلة، ويتمنون على من يتصدى لهذا الموضوع أن تكون هكذا تظاهرات مستمرة لحبهم وعشقهم لهذا الموضوع، انطلاقا من مقولة وخير جليس في الأنام كتابه. برنامجنا اليوم اسمه خير جليس، وهكذا هو يعني هي الصديق الصدوق الذي يصدقك في كل شيء، وهو يعني منطلق العزة والقوة للإنسان إذا ما اعتمد على هذا الاسم الكتاب، وخير جليس في الأنام كتاب. نبارك هذه الجهود في تغطية هذه التظاهر. واجبنا هذا. الله يبارك جهود الجميع يعني على ما جاي نشوفه حاليا. الله يعزك ويحفظك. وبالحقيقة أن مشاركة الديوان في هذا الموضوع هو لتأصيل هذا الاهتمام وهذا يعني الثقافة، وفيها مجمل فعاليات ومحاور في موضوعة النشر وموضوعة التأصيل وموضوعة المخطوطات التي هي يعني أساس الكتاب في هذا البلد وما كان ينطلق. أستاذ خلي نتمشى جاي نشوف يعني زاد. نعم. كتب معرض كنت تاريخية معروضة بجناح. هو عنوان هذا النشر هو موضوعة المخطوطات بصراحة، لأن شبابنا يجب أن يكون لديهم معرفة واطلاع على موضوعة المخطوط وأهمية هذا المخطوط، وما يجب أن يصار في هذا البلد للاهتمام بالمخطوطات. وفي ديوان الوقف الشيعي في الحقيقة لديهم تشكيلات للاهتمام بهذا العنوان كمخطوطات، وأيضا يعني نحن لدينا اللي جاي يشوفه هذه يعني مجمل تنوع. لا لا هي مخطوطات، أصل الكتاب كان يخط في البداية على رق الجلود الحيوانات كالغزال أو على أو يعني صناعة نباتية، وكان يأخذ من الخاط والمؤلف جهد كبير حتى يتمم إصداره وكتاباته، ولهذا تجد إبداعات في هذا الموضوع لأنه تكون فيها صب لروح هذا الخطاط أو المؤلف. أردنا نتحدث عن أعمار هذه الكتب إيش قد يعني؟ يعني يطول الحديث بصراحة، لكن هو واحدة من الأمور. لا بحق بالحقيقة أن هنالك مخطوطات في ما تفضلت أن هنالك مخطوطات ألفية، والمخطوطات الألفية في الدول يقام لها معارض للمخطوط الواحد، وفي العراق هنالك جملة أمور ألفية أو مخطوطات ألفية، وفي العتبة العلوية هنالك ما يقارب أكثر من 35 أو أكثر من هذا الرقم للمصحف الشريف الموجودة في خزانة العتبة. ونحن البلد الذي هو أصل الثقافة وأصل العلم، لأنه هنالك أجساد أئمة أهل البيت اللي هم منبع الفكر ومنبع العلم، وإليهم ترجع الأمور في كل شيء، فما بالك في العلم. فأمير المؤمنين هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحمد لله نحن نريد أن نوصل هذه الثقافة وثقافة المخطوط، ونحن إن شاء الله في هذه يعني في هذه التظاهرة نريد أن نطلع الناس على هذه هذا الكنز أنا أعتبره كنز. نعم، بالإضافة إلى قضية النشر والإصدارات التي تصدر من الديوان وهي بكافة المواضيع التي تخص فكر مذهب أهل البيت، وهي يعني متعددة متنوعة بشكل مستمر. هذه لو طبعا أكيد متأصلة حسب ما تحتاجه الثقافة ويحتاجه الناس في هذا الموضوع.
وايضا هنالك في موضوع مشاركتنا ايضا هنالك خط للمصحف الشريف بانامل عراقيه، والحمد لله ان شاء الله احسنتم. هذا الان في طور الاكتمال والتدقيق، وبعدها يصار الى طباعه هذا المصحف الشريف. نسخه جديده يعني؟ هو كل ما يكون. ليش هاي الفكره؟ يعني هو هذا المصحف الذي هو دستورنا وكتابنا الذي نرجع اليه، فالتواصل في اخراجه بحله جديده هو يعتبر انجاز كبير لكل من يسعى في هذا الموضوع وهذا العنوان. اتمنى لكم التوفيق. حبيبي انا اشكرك. ان شاء الله جهود مبارك. الله يحييك ويسلمك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم، وايضا مثل ما شفتوا يعني هاي المخطوطات يعني التاريخيه واثريه تابعه للوقف الشيعي. خلينا نشوف هنا الاخ. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ اهلا ومرحبا. ما ايش قاعد ليش؟ لا العفو. قاعد عاقل؟ ايوه عاقل. ذكرتني العاقل يطلع للبيت. الله يسلمكم الله يحفظكم. اريد اعرف اليوم الجناح اللي شي يخص. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو. تشارك العتبة العسكرية المقدسة في مجموعة في إصداراتها الخاصة عن ما كتب في سامراء وعن سامراء، وكذلك إصدارات معرفية متنوعة وأدبية وثقافية وتاريخية. يعني أنتم اليوم تابعين للعتبة يعني سامراء؟ نعم نعم أيضا هو هذا. مؤلفاتكم اليوم فقط عن العتبة؟ لا، عن تاريخ المدينة وعن آثار علمائها الذي كانوا يفطنون في سامراء والذين أحيوا حوزة سامراء آنذاك، كذلك عن تاريخ المدينة وآثارها وآثار رجالها وأخبارها في السنين الماضية. يعني هسه اليوم الكتب أغلبها اللي موجودة هناك كتب تاريخية بخصوص تخص مدينة سامراء. تخص مدينة سامراء أغلبها، لكن أكو كتب أخرى متنوعة منها أدبية ثقافية أخرى في مجالات متنوعة أيضا. كذلك هناك مجلة تصدر عن مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة نصف سنوية، معنية في تراث سامراء ودراساته التحليلية والتحقيقية. عفوا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم لكن بنفس الوقت اترك الصوت والصوره للزميل ظفر علي. هذا اليوم في معرض الكتاب، كل الشكر للزميل علاوي احمد على التغطيه اللي بغير قاعه. الان انا الموجود مع الزملاء بقاعه اخرى، وايضا المشاركه الكبيره. امس تكلمنا عن المشاركات الخارجيه، مشاركات الدول العربيه، الدول الاسلاميه، وحتى الدول الاوروبيه وغيرها، دول من كثيره من انحاء العالم شاركت. ولكن اليوم العتبه الحسينيه اللي دائما ما شاء الله بأي شيء إيجابي هي مشاركة، أي شيء إيجابي بالعراق هي تكون شراكتها كبيرة جدا. في برنامج أرض السواد شاهدناهم مشاركة معرض الأسبوع الزراعي، كانت أيضا مشاركة كبيرة. اليوم حتى في معرض الكتاب كانت مشاركة رائعة وجميلة جدا. طبعا راح ندخل الآن إلى لاين العتبة الحسينية، بس الأخوة إذا يقدرون يعطونا مجال. الله يحفظك. طبعا اسفين يعني العالم جايين. السلام عليكم. السلام. الله يخليك حبيبي. اهلا وسهلا. طبعا نتشرف بتواجدنا بالعتبه الحسينيه والمقر الخاص بكم. اريد اعرف نوعيه مشاركه العتبه. السلام عليكم. نوعيه مشاركه العتبه، طبعا العتبه عندها اصدارات متعدده ومتنوعه، ما يقارب 700 اصدار. نعم. منها ما هو اجتماعي واقتصادي وقراني وعلمي وسياسي وبحثي لدكاترة وكتاب عتداء وأقوياء، والأقسام عديدة. نعم. أقدر أشوف نماذج يعني مثلا الاقتصادي أو القرآن، نماذج من نتاجات العتبة. إذا تحب تفضلوا ويانا جنابكم. نعم. عندنا هنا مثلا، عندنا مثلا هنا مؤسسة نهج البلاغة. هذه المؤسسة تعنى بدراسات مواضيع محددة من كتاب نهج البلاغة. طبعا نهج البلاغة هذا البحر المتلاطم. نعم. من البحوث التي لا تنتهي. قسم الشؤون الفكرية طبعا كتاب
يعني خاصين العتبة. اسم الشؤون الفكرية. كتاب خاصين بالعتبة ومن خارج العتبة ودكاترة لديهم اطروحات ورسائل، دكتوراه وكاملة. اكو اذا نقدر نجيبه هنا لان حتى ما نضايق الحضور اللي جايين الزوار. مثلا هذا عندنا عن انصار الامام الحسين، الثوره والثوار، هذا يتكلم عن الثوره وحتى السعر مناسب واسعار مناسبه. طبعا اسعار العسبه اقل من الكلفه، اقل من كلفه الطباعه. طبعا هذه بتوجيهات سماحه المتولي الشرعي حتى توصل لايد القارئ، الله يحفظكم ان شاء الله، حتى توصل تكون متناول ليد القارئ. يعني اليوم هدف العتبه الحسينيه هو مو هدف ربحي، هدف ثقافي. طبعا الهدف الاول هو ثقافي لثقافه المجتمع، بناء رصين يكون في المجتمع حتى وتوصل للمتناول الجميع. نعم، يعني هذا الكتاب يتكلم عن انصار الامام الحسين في واقعه الطف. نعم، يعني على كل الانصار يتكلم. نعم. شيء جميل جدا. شنو اكثر كتاب تم اليوم او خلال اليومين الماضيه انه الناس اتجهت عليه، انجذبت عليه؟ طبعا عندنا طبعا بتوجيهها سماحه المتولي الشرعي، اكو عندنا مشاكل اجتماعيه حاليا تخص الشباب بالمجتمع. صح. حاليا هذا كتب عندنا لا تقراني قراءه سطحيه، واكو كتاب بلغه الشباب، واكو كتاب هل انت مثقف. يعني هذا هو اساسا الكتاب، هو سؤال صادم يخلي الانسان يروح يسال، او اكو به انه مثلا لو سالوك. هذا الكتب هنا اسعار رمزيه هي مبلغ الألف دينار، مجرد سعر رمزي اقل من سعر التكلفه بكثير. الشباب طبعا يخص الشباب، وحتى مهما كان مستواه العلمي هو راح يعرف يقرا ويعرف يطلع على هواي مواد به. نعم، طبعا كل التحيه والشكر لك. الله يحفظك. تشرفنا اليوم قناه الايام بالوجود بقسم العتبه الحسينيه. تشرفنا بكم حبيبي، انا محمد المسعودي من اعلام العتبه الحسينيه. الله يحفظكم ويحفظك. طبعا احبه المشاهدين، زرنا مقر او قسم العتبه الحسينيه. بما انه نذكر العتبه الحسينيه اكيد يعني مركز للتدين ورجال الدين، نرحب بسماحة الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. عرف باسمك. الشيخ أحمد اللامي، مدير مكتب العلاقات العامة لمرجعية آية الله العظمى السيد صادق حسين الشيرازي في بغداد الكاظمية المقدسة. نعم، مع كل الحب والتحية إليك ولحضرتك. سماحة الشيخ، أريد أعرف رأيك باليومين الأولى لمعرض بغداد الدولي للكتاب. حقيقة يعني هنالك حضور ملحوظ من قبل الجماهير الوافدين إلى هذا المعرض، وأكدنا كثيرا ومرارا أن تكون هنالك هكذا مؤتمرات وهكذا ندوات تعقد بتشجيع طرح المعلومة وطرح الأفكار، ونحن بحاجة ماسة وخصوصا في هذا العصر أن يكون هنالك تواكب في رؤى وتلاقح في الأفكار ما بين المجتمع، سواء كان المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي. نلاحظ في خلال زيارتنا إلى المعرض وزيارة إلى عدة مراكز، لاحظنا تنوع جميل ملحوظ وثقافة جدا جميلة، مع تنوع الأطياف وتنوع أصحاب الفكر، وهذا هم ما شجعنا أنه أن نأتي، بل ندعو الأخوان من كافة أن يأتوا لزيارة المعرض وأن يقتنوا وأن يكون هنالك مشاركات فعالة. الشيخ، عندك بعض الملاحظات على اليوم التنظيم بالمعرض، أمور لوجستية أخرى؟ نعم، إدارة المعرض يجب أن تهتم أكثر بنشر الإعلانات الموسعة وفتح نطاق أوسع، ليس فقط أنه يختصر على الدول الإسلامية وبعض الدول، لا، بل احنا نحتاج الى انه يكون هنالك انفتاح الى العالم باجمعها، وان يكون هنالك هذا مؤتمر فوق الدولي حتى تكون هنالك مشاركات أوروبية وغير الأوروبية. اكو بس محدودة اصلا ما في اعلام عليها، هذا اللي نحتاجه، انه يكون، نأمل انه السنة القادمة ان شاء الله يكون هنالك يعني تفاعل قوي من قبل إدارة المؤتمر بالتشجيع والدعم لكل دور ومراكز الثقافة في العالم. التحية والشكر لك سماحة الشيخ. الله يحفظكم. مرحبا بكم. طبعا احب المشاهدين، قبل ما انتقل للأخوة المشاركين او الزائرين، حقيقة تعزية صادقة للوسط الشعري، تعزية صادقة لكل العراقيين. اليوم فقدنا شاعر فذ، بطل مناضل، شاعر حقيقة كان يتكلم بهموم شعب
مو شعب العراقي فقط، هم المنطقة كلها. شاعر القضية الفلسطينية اللي تكلم بموضوع القدس وغيرها من هذه الأمور. اليوم فقدنا الشاعر الكبير مظفر النواب، كل الرحمة والمغفرة لروحه الطاهرة إن شاء الله. أحد أيضا الضيوف، شلونك؟ إن شاء الله بخير. طول عمرك. فضول. نعم. يا موالي. 2004. 2004. يا بتقولون الشباب ما يقرون؟ الشباب دايما يقرون. شلونك؟ الحمد لله. أخبارك؟ نشكر الله الحمد لله. الله يخليك. من وين؟ من بغداد. عرف باسمك. الاسم الاسم مهدي. محمد مهدي. محمد مهدي مركب. بلي مولانا. نعم. الله يطول عمرك ويحفظك. عجب جاي، شنو تحب تقتني؟ اهتماماتك شنو؟ تعال يمي تعال. نحن في ساحة فكرية لمواجهة الأفكار المنحرفة والضالة، فالمعرفة واجبة يعني علينا كشباب، علينا كمسلمين، علينا يعني كجميع الشباب، واجهة يعني محاربة هاي الأفكار. يا أفكار؟ الأفكار الضالة المنحرفة وتوعية الشباب، يعني تشوف تنشر هاي أفكار عندنا في مجتمعنا. نعم. اليوم يعني أنت كشاب تدعو إلى محاربة الأفكار الداخل على مجتمعنا، الدخيلة على مجتمعنا المسلم والعراقي الأصيل. يعني هو عادات تدخل علينا كمجتمع عشائري، كمجتمع مسلم، هي مو عاداتنا ولا تقاليدنا، وإنما الهيمنة الاستعمارية العالمية تكونها في الشعب العراقي اللي هو أساساً ما عندها الأمور. شنو؟ أوضح أكثر. حتى اليوم الشاب اللي بعمرك ما يقول إنه هذا ضد ثقافة أو ضد تطور، لأن للأسف أكو بعض الشباب يعتبروها تطور هذه الأمور. مثل شنو؟ بالنسبة للتطور، إذا أتينا على التطور فأول متطورين نحن المسلمين، منفجر الحضارات والعصور نحن المتطورين. أما بالنسبة اللي قلت لي العادات شنو، مثل عندك التعري، الفكرة الحادي اللي البعض يعتبره ما أعرف شنو، اللي يقرأ يعني يشرى اللي مثلا جبنا على غاني. نعم، هاي كلها مو أفكارنا إحنا كمجتمع عراقي، كمجتمع عشائري. لا التعري من عندنا، ولا نشر الأعراض من عندنا، ولا تصوير الأهل من عندنا، ولا ذكر أسماء المحرمات من عندنا، ولا شرب الخمور من الثقافة، ولا إلى آخره. يعني ذن الأمور واجب محاربتها وواجب نبذها في المجتمع. يعني للأسف دي يتقبلوها. انكرها أخي، شرب الخمر لا يجوز، واجب من عندك تنكره. هو مو في شيء ثقافي أو حرية شخصية. أقول لك حرية شخصية، الحرية الشخصية هو باحترامك للآخرين. هذا فساد الذوق العام. أنا أشوفك تشرب، هذا فساد ذوقي. أكثر شيء مين قاعد تشتري الكتب؟ أكثر شيء على الأقسام الدينية جاي؟ أنا على القسم الديني وحاور البعض هنا، يعني الحمد لله حاور. نعم الحمد لله. أتكلم مع البعض، تبادل أفكار، شو المشكلة؟ إذا تبادلنا الأفكار وبحثنا لا مشكلة بالأمر. يعني كل التحية لك والشكر، حقيقة نفتخر بك. لي الفخر بكم أستاذ حبيبي. الله يطول عمرك. نون منك. الله يطول عمرك. ما شاء الله 2004 بهذه الفصاحة الجميلة. نلتقي أكيد مع أخونا، نتعرف باسمه. حياك الله أحمد السوداني. أحمد من وين؟ أنا من بغداد. وين بغداد؟ يعني أنا من العمارة، عملي في بغداد. أصدق يعني أو سكنك حتى؟ محافظة ميسان، عملي في بغداد. نعم. تحياتنا أكيد إليك ولهن في محافظة ميسان. تعال على مود حتى أهلك هم يشوفوك. شلونك أخبارك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. صحتك؟ بخير الحمد لله. شابك اليوم؟ شنو هدفك؟ ايش حبيت على شنو اليوم تطلع معرض الكتاب؟ عموما احنا كل معرض يصير طبعا هو سنوي دائما متواجدين هنا، طبعا هي فرصه لرؤيه ثقافه الاخوه العرب. كثير من الكتب العربيه غايبه عن المكاتب في يعني شارع المتنبي، في المكاتب الثقافيه نحتاجها. هي فرصه في معرض بغداد انه تتواجد هؤلاء العرب الكتاب وغيرها، وهي فرصة أخرى أنه اليوم نلاحظ بالعراق وفي المجتمعات العربية انتشار ظاهرة، وهي ظاهرة التفاهة. مع الأسف أنا طبعاً التفاهة اللي نلاحظها حالياً جميع قنوات يعني عفوا مواقع التواصل والقنوات التلفزيونية، أنه الآن أصبحت الشهرة أن تكون تافهاً للأسف. طبعاً سابقاً إحنا نعرف المثقف والمشهور هو الشخص الذي يقرأ ويكون لديه ثقافة. الآن المشهور هو الشخص التافه، هو المثقف أصبح بعيدا عن الشاشات، وهي واجب قنوات الإعلامية التركيز على الأخوة المثقفين ونشرهم واللقاء فيهم لكي تتسع هذه ظاهرة الثقافة بعيدا عن قضية التفاهة التي نراها الآن. رأيك بالمشاركة، رأيك بالحضور حسب يعني ما نشوف، ممكن الأجواء أثرت على الحضور اليوم، حتى أكو بعض العواصف الترابية البسيطة نقدر نقول. تتوقع الأيام الجاية يكون أكثر الحضور؟ بالعكس، الجميل بالموضوع اليوم يعني غبار كثيف في بغداد، لكن نشوف توافد أعداد كبيرة من العوائل العراقية
والشباب وايضا البنات بشكل خاص. هذا شيء جيد انه حتى اذا اكو تراب هاي الناس تتوافد تريد تشتري كتب تقرا تلاحظ تقعد، يعني هذا الشيء ايجابي. طبعا اكيد بزوال الغبار راح تكون تواجد اكثر، وانا اقول لا لا باس بالتواجد، تواجد كثيف موجود الناس والعوائل العراقيه. كل التحيه والشكر لك. حياك الله. شكرا. سلمنا على هن ميسا. الله يسلمك في امان الله. طبعا احبه المشاهدين جاني واحد البارحة التقيت وياه، اليوم متنكر عباله ما راح اعرفه، تعال يعني البارحة انا التقيت وياه بس بدون نظارات وبدون هذا الشيء، صح؟ الصدارة البغدادية، الصدارة البغدادية. مو البارحة التقيت وياه، شو تريد؟ صحيح. شو تريد بس قل لي؟ اريد انوع العالم ان يجون الى معرض بغداد الدولي للكتاب. هاي المرة الثانية. ايه. الثانية ها؟ العدد زين؟ العدد زين. اليوم ايش قد بعت شان؟ خير لله. آه الحمد لله وشكرا، وصلت رسالتك لو بعد. ان شاء الله. الله يخليك، ممنون. طبعا احبة المشاهدين، الجميل بمعرض بغداد الدولي انه مو فقط لبيع الكتب او تلاقح الافكار او نشوف شنو نتاجات دور النشر، لا، حتى موجودات بعض المطاعم البسيطة، بعض الكوفيات تقدم القهوة والشاي وهاي المواضيع الساخنة. اي ادري امور بارده اخرى، فجميل جدا يعني مكان عائلي. يابا صوره البارحه والله العظيم صورته، واليوم جاي اني متنكر عباله ما اعرفه، عرفته. خلينا نتجول، نقدر نتجول هناك شباب، خلينا نشوف ايضا الاخوه. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شلونك بعد؟ الله يخليك، الله يحفظك. طبعا اخوتنا ايضا اقسامهم من لبنان، هذا القسم دار إحياء التراث العربي اللبناني، مختص بالأمور التاريخية اللبنانية. طبعاً أكيد أجواء حلوة جداً، دعوة لكل عوائلنا أنه ممكن يجون، حتى أمور خاصة بالأطفال، أمور خاصة اليوم يعني باليوم بكل طبقات العوائل وكل أنواع الآباء الأمهات، شغلات أسرية اليوم من أجل يوم التفاهم الأسري. يعني اكثر شيء سهل الان موجودين في قسم دول الجوار، اذا نقدر اقسام اللبنانيه الاقسام الايرانيه. فخلي ايضا نشوف نتجول، نروح على المركز الثقافي للدراسات الاسلاميه. امشوا وياي. مثل ما تعرفون احبه المشاهدين، خلينا نحكي موضوع مهم جدا، انه احنا العراق للاسف والمنطقه قاعده تواجه حرب ناعمه، واول ضحيه بهذه الحرب الناعمه هم الأطفال والمراهقين. اليوم المركز الثقافي للدراسات الإسلامية في العراق أيضاً وفر أمور خاصة بالأطفال، يعني مثلاً هذا براعم الإيمان الموسوعة التربوية الدينية الناشئة، تعليم الصلاة والأخلاق، المعاملة مع الجيران، غيرها من هذه الأمور، شيء جميل. مثلاً الحياة الكاملة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيضاً بصيغة الكارتون، صيغة رسوم توصل للأطفال الأسرى. والآن مع ضيفنا العزيز، السلام عليكم، تفضل. أهلا ومرحبا. تعرف باسمك ومن وين؟ أنا دكتور معتز عناد غزوان من جامعة بغداد. تحياتنا. وين بيا قسم جامعة بغداد؟ يعني كلية الفنون الجميلة، قسم التصميم. يعني فنان. ربي يخليك، نفتخر بك. هل اليوم زيارتك إلى معرض بغداد الدولي هي من أجل اقتناء كتب تخص الفن أو لا؟ اطلاع على كل شيء. هو بالتأكيد زياراتنا للمعرض هي مو بس يعني نبحث عن كتب في الفن أو في اختصاص، لا، الاطلاع على الثقافة، الاطلاع على آخر الإصدارات، العنوانات الجديدة اللي يعني هي قد تكون قريبة إلى الاختصاص الدقيق أو قد تكون بالاختصاص الدقيق. نعم. استودتك أقسام أخرى اليوم زيارتك؟ حقيقة اليوم أول يوم أجي هنا أنا وشاهدت أشياء جميلة ودور نشر متميزه ورصينه، ودا اشوف اقبال الناس بشكل جميل، هذا يدل على انه ثقافه منتعشه ان شاء الله في العراق. عندك بعض الملاحظات اليوم على التنظيم، على الامور اللوجستيه في معرض بغداد الدولي للكتاب؟ لا والله، هو يعني مشابه لكل المعارض اللي تصير فيه، وهذا هو ديدن الثقافه. احنا الان نبحث عن الكتاب، ما نبحث، احنا مجرد انه ندخل الى المعرض احنا بالنا على الكتاب يعني. نعم. كل الشكر والتحية لك أستاذ. شكرا جزيلا، شكرا لكم وشكرا لفضائيتكم العزيز. طبعا أحب المشاهدين أيضا أحب أنوه على شيء مهم، يعني تعلمنا على إعلامي إحنا وصغار من سيربح المليون وغيرها، المسامح كريم الإعلام الكبير جورج قرداحي،
وصل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم قبل ساعات بسيطة وقليلة، وأيضا ممكن مشاركته غدا رسميا في معرض بغداد الدولي بندوة حوارية ثقافية، وأيضا مشاركة بموضوعة الكتب وغيرها من هذه الأمور. فدعوة أيضا لكل محبين الإعلام الكبير جورج قرداحي للحضور اليوم. طبعا أحبت المشاهدين، أكيد يعني إحنا متواصلين وياكم ومستمرين إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل وبعدها انتقالي للزميل علاوي أحمد. وبالتالي احنا اليوم ايضا انا خرجت من القاعه من رقم 3، فخرجنا خارج يعني مثل ما جاي يشوفون الاجواء جميله، وخصوصا اليوم التنوع اللي جاي نشوفه، جميع الفئات متواجده هنا بمعرض بغداد، سيما الشباب والاطفال وحتى الكبار السن وغيرهم من جميع شرائح المجتمع العراقي. فراح نشوف هنا هذا شلون. اليوم اكيد جيتكم هنا من اجل غرض معين، مثلا كتاب او فد عنوان تبحثون عنه، وجدتوا ما وجدتوا لو بعدكم ما مفترض؟ والله اني طبيت قاعه وحده، طبعا احنا هسه بظرف المراه محتاجه الكتاب، محتاجه القراءه، واحنا هسه بوضع المراه بحاجه الثقافه ومش لون مكان، يعني المراه لازم ثقافه دينيه، علمها يكون اقوى، وبعدين احنا طلاب حوزه مرحله ثانيه محتاجين كتب، وجينا نشارك بالمعرض، معرض الكتاب، وبنفس الوقت وقلت لك احنا طلاب حوزه يعني جايين مجموعه كبيره، وبنفس الوقت احنا بحاجه كتاب، ودورت عليه هناك وقالوا هنا، فهسه ان شاء الله راح ادخل اشوفه. كتاب اسمه الخطابه الحسينيه بين الاستاذ والطالب. خلي اسهلها عليك، تلقيها بقاعه رقم 3. قالوا اي قالوا هنا. شنو موجود هناك وشفت هيك نوعيه من الكتب؟ ان شاء الله، لانه احنا هسه درسنا، عندنا من ضمن الدروس هو وبحاجته احنا، ونطلع منه بحوث نحتاجها احنا يعني كطالب انا احتاجها. الله يرضى عليك، الله يحفظك. طبعا انا قلتها قبل لا ادخل للمعرض، يعني اليوم نشوف المحجبه والما محجبه، الكبير الصغير الموجود هنا اليوم بهذا المعرض، يعني هذا دليل على انه العراق بلد منفتح، بلد مثقف، بلد واعي. طبعا طبعا، وضروري ضروري طبعا، هي الحجاب ترى أنا ما يعقني بأي شيء، ما يعيق الحجاب، يعني يعقني أنه الحجاب أقرأ، يعني يعقني أنه أطلع أشوف الدنيا إيش بيها، شنو الوضع، ما يعيق الحجاب، بالعكس أنا هذا لباسي ما أقدر يعني أغيره. بالتالي هاي ثقافات وعادات، يعني كل واحد خلينا نشوف هذا علو احترام الثقافات. اقعد احاكيها هذه، من اشوف بنيه وعفو يعني متبرجه، وهذه انا افكر اني اتكلم مع العقول، كلام العقول، هذه البنيه يعني اذا كلمنا وظلينا يعني اعتقد راح هي هم ما تكلم، من اشوف عقلي راح تباسي.
الاول بالاربع. بمعنى انتوج ليش تريد يتكلم؟ قال كي اعرفك. بالكلام يعرف الانسان ثقافته، علمه، ميوله، كل بالكلام انت تعرفه شيء. واني قبل فتره كتبت كلام مخاطبه، يعني حوار بين الكلام والصمت. اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، فصارت محاوره بين الكلام والسكوت. سأل الكلام، قال له أنا بيتعرف الناس بكل شيء وأطلع علم بي، أنت ماذا استفاد منك؟ لماذا أنت من ذهب وأنا من فضة؟ والسكوت ساكت. قال له أكمل، يعني بدأ الكلام يتهجم عليه. أي بدأ السكوت. قال له هل أكملت؟ قال له أكملت. قال له شوف أنت بكلامك إيش قد تكلمت، وأنا بصمتي قد ربحت. قال له ماذا ربحت؟ قال له بكلامك أما أن تدخل الجنة أو النار، أما أنا بصمتي فأنا معروف أين أدخل. إيه هذه من ضمن الكلام اللي أسميه خرابيش قلم خائف، بعدني هستومي ده أكثر. أي قليل الكلام، بس إحنا هسه بوقتنا يجب أن نكون كثيرين الكلام، لأن مع الأولاد كثير الكلام، مع الشباب كيف أعرف كيف أو يعني أبدي لي أبدي رأيي أو أرد أقنعك؟ شلون أقنعك إذا ما أتكلم؟ إذا بصمتي لا، يعني معناته أنه أنا راضية عن الوضع اللي دا يصير، راضية، وإحنا ما راضين عن الوضع. والله العظيم يعني أهني أولاً أهن عائلتك على شخصيتك وعلى المخزون والثقافة اللي عندك، يعني سيما أنه تتحدثين بثقة واللي عرفت أنه كاتبة. الله يحفظك، الله يسمع من عندك إن شاء الله. إيه أحب يعني. وين كتبتي؟ بالحوزة، وهسه يعني تبنوني شيخ أبو سجاد، وبعد شو؟ بعدنا هسه حنسوي وسائل إعلامية، وهذا أتمنى يعني. مو قلت لك ليش أقول لك خرابيش كلامك قلم خائف، يعني لأن بعدني ما ظهر. شو كنت ما يظهر؟ القلم يكون ذهب. شكرا جزيلا لك. شلون اليوم؟ الله يسلمك يا ابو، الله يرضى عليك. ما الله عليك. خايفه من الجو؟ لابسه كمامه اليوم تراب؟ لا وانت جاي التراب اليوم. اي والله من سالف قبلت قبل يومين لسه تحسس عندي. وهذا صحه وعافيه ان شاء الله. احكي لي عن المعرض، شلون شفت؟ احنا هاي رابع مره نجي هنا. رابع المره. اي احنا مو مشتركين مشروع القراءه، فيعطونا نقرا للاحياء ويا مجموعه الاستاذ مسجاد، فيجيبون هنا دائما نطلع على الكتب نشوف الجديد والهذا. وهاي رابع مره احنا جايين هنا. سابقا الناس يعني حتى من غطينا النشاط هذا نوعا ما اشتكت من اسعار الكتب. اي غاليه، يعني هسه احنا نريد نشتري كتاب بسيط غالي ما اشترينا. ليش لقيتوه اليوم؟ يعني هو ارخص شيء بخمسه، ارخص شيء بخمسه، واكو هاي هيك مال يعني مو يعني ذاك الكتاب وهذا ردناه، بس اكو كتب غاليه 25 هذا توصل هيك سعر. والله اي هنا أنا. ما اشتريته على هذا الاساس؟ مو بس هنا، حتى بالمكاتب. حتى بالمكاتب اذا هسه تروح تشتري لك ملزمه ب 25، مو يعني اي مو بس هنا أنا. بكل مكان. موفقين ان شاء الله. الله يرضى عليك. اللي عرفته مديره. نعم متحوزه يعني منطقتنا احنا بسبع البور. اي الله يخليك. احنا عندنا يعني هي حوزه كامله، يعني دروس منهج كامل، فقه، عقائد، اخلاق، منطق، نحو، يعني منهج كامل. ودراستنا تقريب شلون الاكاديميه، هم عندنا كورس اول وكورس ثاني ونهايه السنه يعني، والطالبه يعني سنه وتتخرج مرحله ثانيه. اي وتجي هم كتب اضافيه يعني غير منهاج. غير منهاج الاول. من النجف يعني هم اي النجف هناك يعني. ويعني هي المشرفه علينا اللجنه المركزيه هي بالنجف، يعني الحوزه يعني خطوط مجاني، الدراسه مجانيه، كتب مجاني موفرين للطالب، كل شيء يعني.
خط نقل همات اي نقل منطقة ينتقل، حتى اذا منطقة خارج منطقتنا هم يوفروا لنا خط يعني. اي وكذلك يعني خلال الدراسة عندنا هم ترفيه للطالب، ترفيه يعني زيارة يعني هسه هاي عندنا هنا همات هاي من ضمن ال اي يعني هنا عصفورين بحجر اللي يجي هنا هم يغير جو هم لا واحنا همات يعني احنا لان عندنا شلون صار هاي السنة الثانية جروب يعني شلون نشاط يوم العالمي يوم القراءة العالمي اللي بادر به سماحة الشيخ محمد اليعقوبي، هاي ثاني سنة احنا مشتركات يعني ومشرفات مبلغات فرع الكاظمية، كل مشرفة عندها مجموعة من بنات قارئات اي ويوفرون لنا كتب للقراءة فمدة سنة كاملة، وورا السنة بيوم هذا اليوم كافئون القارئة اي يعني همات افضل تلخيص اكثر عدد كتب قارئة الهم هدايا خاصة وكل يعني احنا العام انفتح همات جابونا لهذا المكان معرض يعني جينا الله يخليك الله يسلمك. اتمنى لكم وقت سعيد وصراحة سعيد بلقائكم جدا، يا رب ان شاء الله تلقون الكتب ومن نجاح النجاح. طبعا يعني فرحانين انتوا جيتوا التقيتوا بينا ولازم ننقذ الصورة الحقيقية اللي موجودة هنا بمعرض. شكرا بارك الله فيكم الله يحفظكم. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، انا دائما اعول واقول انه هذا التنوع اللي جاي نشهده هنا بمعرض بغداد الدولي بين شباب بين كبار بين مسنين وغيرهم بين عمامه بين بدون معمم بين حجاب بين غير حجاب، فبالتالي انه هذا الانفتاح وهذه الثقافه واحترام ثقافه الاخرين هذا الشيء مفرح حقيقه هنا بمعرض بغداد. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يحفظكم يا حبيبي. أعيد كلامي أقول حلو اليوم أن نشوف أنه جميع الشرائح موجودة هنا. أكيد هو وكو هذا بالمقابل أكو احترام. أكيد هو الساحة لا تخلو يعني هي مو المعرض هذا هو للقراءة يعني مو بس لل يحتكر على فئة وفئة أخرى، لا هو للكل للجميع يعني القراءة تجمعنا. القراءة تجمع الجميع يعني بس كون الإنسان يعرف ماذا يقرأ. أكو قراءة هادفة أكو قراءة اي لابد لابد انا اذا اسوق لك قراءة على قولتنا مدسوسة هاي خو ما تأتي اكلها، يعني ان تكون القراءة عن وعي عن ادراك عن فهم، كون تفهم انت ماذا تقرأ يعني ليش تقرأ. احنا نوبات واحد يقرأ ليش يقرأ غير عن اكو فد غاية وهدف، انا اقرأ ليش اقرأ، احنا امة اقرأ امة رسول الله بغض النظر عن الطوائف والأديان. اي اول ما نزلت بالقران اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، الله سبحانه وتعالى يحث على القراءه وتعلم القراءه، فهذا المعرض وهذا فشيء مفرح يعني من تشوف كافه الشرائح الملتزمه وغير الملتزمه تجي، بس لابد ان تكون هنالك قراءه واعيه ويكون هنالك هدف من هذه القراءه، ولابد اكيد اكو هدف واكو ثمره. بعد يوم اهدافك من القراءة يعني كتب دينية لربما تاريخية هذين بالدرجة الاساس، وحتى تزيد معرفتك اكثر بالامور الاخرى يجوز تاخذ غير كتب، صح لو مو صح؟ عذرا هي احنا مو يعني رجل دين يعني يختص بالكتب الدينية وانما بما انه انت معروف يعني معروف رجل دين فلازم انه التنمية مالتك تكون بالكتب الدينية بشكل اساسي. أحسنت. صح لو مو صح؟ وتوسع معرفتك بباقي الكتب الموجودة. احسنت. هي الاطلاع اطلاع، احنا الانسان نقول له عليه مثقف كيف يكون مثقف؟ كثرة الاطلاع. انا ما اقرا بس كتب دينية، انا لابد ان اقرا تاريخ، ان اقرا منطق، اقرا اخلاق، اقرا هاي المجتمعات مالتنا القراءة، انا ما اختصرها فقط تاريخ وكتب دين، احنا ناخذها هناك بالدروس مالتنا. الأدب والشعر هاي كلها موجودة، أنا أقدر أخذ الكتب الدينية متوفرة عندي وتحت اليد، ولكن أكو هنا روايات أكو أمور نطلع عليها، لابد أن نطلع عليها، ما أقول لك بس ننقل النظرة الإسلامية الصحيحة، لا إكراها في الدين. إحنا بعض الأشخاص يوقفني يسأل هاي ماكو إشكال يعني هاي الأمور تجري، وهذه الثقافة لازم نوعي بها الجميع. يعني حوار، الحوار هو الحوار اللي هو صناعة المجتمع به، أنت تصنع مجتمع واعي مثقف من خلال الحوار الصحيح.
هذا هيك شيء. شكرا جزيلا شيخ، الله يحفظك. منالك وفق سعيد. شكرا جزيلا. ان شاء الله. الله يحفظك. شلونك حبيبي؟ حبيبي اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ الله يسلمك. شلون الشباب، الاجواء الشبابيه اللي موجوده هنا؟ والله الاجواء لطيفه حلوه متنوعه. وكذلك يعني انه هواي ناس تقدر هواي ناس تقدر تسميه متنفس إلها، وتقدر تعتبره متنفس إلها بالذات بأيام العطل والإجازات. بلي يعني مكان ده يجذب. تجي ماي الزيارة الأولى لك؟ أنا الزيارة الأولى إلي. بلي الزيارة الأولى. بلي تجي تبحث عن شنو؟ والله صراحة أنا اهتماماتي من ناحية الكتب ككتب تطوير ذات وكتب تاريخية، أنا من ناحية هاي الشغلات تاريخ اللي أهتم بيها. أوكي اهتماماتك بالدرجة الأساسية. بالدرجة الأساسية. أوكي اوكي. فالكتب الموجوده ما شاء الله متنوعه يعني. اوكي من ناحيه التطوير وكذلك اكو يعني هواي امور منها المؤلفين وكتاب اسلاميين وغير اسلاميين وكذلك اجانب وكتب مترجمه وكذلك انه اكو مساحه ترفيهيه كبيره من حلوه الاجواء. اي الاجواء لطيفه بيها مساحه انه ثقافيه تعليميه كذلك انه مساحه ترفيهيه هواي ناس انه ممكن وكذلك تجاري همين. اوكي يوم وحدك جاي لو اصدقائك؟ اني لا والله كنت جاي عندي شغل. جاي محزن. جاي من غير محافظه وعندي شغل هنا انا يعني صار عندي مجال شويه فقلت من يا محافظه اجي. انا من النجف. حبيبي مفرح والله العظيم مفرح يعني اليوم ايضا جاي نشاهد مو فقط ابناء بغداد اللي متواجدين بمعرض بغداد الدولي، لا جاي نشوف من ابو كركوك من اهل النجف من اهل المحافظات من جميع محافظاتنا وهذا الشيء يفرحنا. انا اليوم جاي وحدي طبعا واكو هنا ولا 6-10 اشخاص اعرف هنا من النجف لقيتهم كذلك هنا واي ناس يعني موجودين مو انه اي بلي يعني اي بالضبط يعني واي ناس معارف من بغداد ومن النجف ومحافظات ثانيه اليوم التقيت بهم هنا مع العلم انا جاي وحدي وقعدت وسولفت وضحكت وتغدينا. بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي شكرا جزيلا. ممنون. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام حقيقه نفرح انه نشوف انه كل محافظاتنا متواجده ناس. استاذ مرتضى السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي حياك الله. والله فقدتك قلت ما شفته بالبعض. انت فقدتني لو افتقدتني؟ لا افتقدتك. جيد هسه احنا وصلنا الى شلون الاخبار؟ الحمد لله يعني البارحه كنا مشغولين بعمل لذلك تاخرنا الليل، لكن ايضا من ضمن التحشيد حتى الناس تجي للمعرض، لان مو صحيح اليوم انا اجي اعارض معرض كتاب الى ثقله بالعراق ويعتبر دولي. لأسباب شخصية إذا السياسة دخلت بمجال الأدب والثقافة فلا نفصلهن عن بعض كما يريد أن يقول البعض. أنا قبل لا أدخل وياك بموضوع المعرض وتفاصيل المعرض شفت لك قصيدة قبل 5 أيام أو أسبوع على الشهيدة على الشهيدة الإعلامي شيرين أبو عاقلة. نعم ونفس الموضوع احنا اليوم لربما البعض يتكلم يقول الثقافة الغربية انا متطبع بها لازم مثل الغرب لازم مثل الغرب. احنا اليوم جاي نشاهد حتى لاعب باريس سان جيرمان ادريسه انه امتنع او ان يذهب الى مباراة تدعم جولة تدعم المثلي تدعم المثلي لذلك تتم المثلي محاربته فبالتالي محاربته ومحاربة قاسية. استاذ علاوي فجاي نشوف انه يعني ثقافة الغرب يوم بضحت على حقيقتها. احنا لو رجعنا الى اصول وجذور الثقافه ما راح نلقاها ثقافه غربيه. يعني منذ بدء التاريخ والكلام هو نزل بالعراق، اول قصيده قيلت بالعراق، اول مسله ودستور للعالم قيل بالعراق، اذا مو غربي. اول حرف بالعراق. اكو افكار احنا يعني راح نقول لك كشباب انه كشباب هسه احنا اليوم من نحكي الغرب وانسانيه الغرب وهي وين جايلك بالموضوع. الغرب انسانيته و محدودة تصل إلى مرحلة بعد هاي المرحلة يظهر الوجه البشع حقيقة. ليش؟ هم قوانينهم لازمة موضوع التسامح ثانية. أنت لو تلاحظ أنا للأسف يعني هاي الدول التي تدعي انتمائها إلى المسيحية ما لازمة تعاليم المسيح عليه السلام. الإنجيل لو تذهب الإنجيل هذا الكتاب رغم الإصدارات الموجودة لوقا ومرقس وغيرهم بس تلقى هم يخالفون ما جاء به. زين الكتب السماوية اللي نزلت اللي أسست الثقافة وحتى قبلها الفلاسفة أفلاطون والمدينة الفاضلة وأرسطو وغيرهم لو نلاحظ سلوكيات المجتمع الغربي اللي صدرنا هاي الثقافة أو لنقول صدرنا جزء من الثقافة بعدين بدأت تظهر حقائقها هاي السلوكيات اليوم
هل هي تتفق مع السلوكيات التي جاءت على لسان ألسنة الفلاسفة والمؤرخين لا أكيد هناك اختلاف كبير واختلاف شاسع وفرق كبير عما جاء. احنا لو نجي نربط الحضارة الإسلامية والشرقية مع الحضارة الغربية تجد الاختلاف الكبير، أخذوا منا الكثير وأعطونا أسوأ الأشياء. يعني مثل ما وضعوا الحدود في اتفاقية سيئة وفتحوا الحدود فيما بينهم وأصبحوا اتحاد أوروبي، هاي كلها تأثيرها السلبي. لكن احنا اليوم من واجبنا بمفردة جهاد التبيين جهاد التبيين، الإمام الخامنئي طرح وجوب جهاد التبيين الذي كان حتى في زمن الأئمة، أنه أنا أجي أوضح المسائل للذين لم تتضح لهم المسائل، هذا واجب علي، باكر أنا أحاسب عليه. ثانيا أجيال اليوم ناشئة، أجيال هامة، أجيال مؤثرة اليوم ما تلقى لها توجيه، لذلك التوجيه اليوم أهم من أي شيء آخر. أنا لازم أوجه الآخرين، لازم أوجه الجيل الناشئ، لازم أفهمه منو شيرين أبو عقلة، ليش استشهدت شيرين أبو عقلة، أعود بي للتاريخ، أعود بي للجغرافيا، أعود بي للإنسانية، وأعود بي حتى الكتب السماوية اللي تنافي ما جاء على شيرين أبو عقلة وغيرهم. كل الأديان حتى اليهودية بالتوراة ماكو شيء اسمه قتل، لكن حرفت هذه الكتب وتركت واستبدلت كما جاء هناك من حرف الفكر الإسلامي وأدخل به المنهج الوهابي التكفيري الذي فرق الدنيا وليس الإسلام فقط، ويدعو إلى الذبح والقتل وإقصاء الآخر. للأسف للأسف أستاذي العزيز ما يجري اليوم هناك سياسة إقصائية حتى بالثقافة وسياسة إقصاء ثقافة. قصدك الثقافة العراقية؟ العراقية والعربية. اليوم أنت مثقف لا تستطيع، أنت مثقف تنتمي إلى خط المقاومة أو تنتمي إلى الخط الذي يناوئ التطبيع، الإمارات وغير الإمارات تحاربك، القنوات الفضائية تحاربك، وحتى بالعراق أنت تنتمي إلى خط معتدل يدعو إلى المقاومة، يدعو إلى إيضاح توضيح سبب الصراع العربي الإسرائيلي الإسلامي الإسرائيلي الصهيوني بين قوسين، أنت اليوم تحارب. لذلك هي سياسة إقصائية حتى في القنوات الفضائية الموجودة وحتى في الثقافة، ليست سياسية فقط، بل الإقصاء موجود، جاء على الدين والثقافة والأدب وكل ما هو جميل للأسف. حياك الله. شكرا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. شلونك حبيب؟ شلون أخبارك؟ أنا طبعاً لفت انتباهي الوشم اللي قاعد سومري. هذا اسمي باللغة السومرية. اسمك باللغة السومرية كبير. شو اسمك؟ هي هيك عماد المسافر. عماد المسافر. إيه نعم. عماد المسافر. نقولها القدوة. إيه جوز بالصينية حرف واحد. شلونك أخبارك؟ الله يحفظك ويبارك فيك. كاتب شاعر شنو اهتمامك؟ أنا صحفي. نعم. إلي الشرف. جولت؟ يعني بداية جولتنا. بعدك ما بديت يعني دخلت في شيء جناحين سابقا حضرت اكيد هذه الفعاليه فعاليه معرض بغداد الدولي يعني وكاد اجزم ان اهالي بغداد ينتظرونها سنويا زين انا بنفس الوقت حتى قبل لا ابدا محاور وياك نعم. اليوم العراق فقد شخصيه كبيره نعم الا وهو الشاعر الراحل مظفر النور اليوم الشعر ينعى مظفر النور العراق الوطن العربي والعراق والوطن العربي هذا الإرث العظيم هذا الإرث الأدب العظيم يعني هو شيء محزن أن نفقد هكذا صرح هكذا قامة إعلامية في هذا التوقيت يعني هذه دعوة لكل المشاركين بالمعرض أن يقام له فعالية على الأقل أقل ما يمكن أن يقدم احنا أيضا دعوة أنه بما أنه اليوم العراق عشيدك عماد بما أنه اليوم العراق خسر أحد كتابه وأحد شعراء مظفر النواب إحنا نتمنى أنه في هذه الفترة اللي بتحتضن معرض بغداد الدولي يجب أن تكون هناك يعني من باب الاحترام من باب التقدير أنه يكون فد فعالية أو فد مجلس تأبيني وما شابه ذلك يعني بالتالي إحنا ندعو المشاهدين ندعو القائمين على هذا الموضوع من خلال برنامج خير وجليس على هذه المبادرة حتى ما تفوتكم هذه الأحداث الآنية يعني رغم أهميتها المفروض تأخذ صداها في هكذا فعاليات يعني الله يحفظك الأسعار شلون شفتها؟ والله الأسعار أسعار طبيعية جدا يعني ما بها فرق عن أسعار دور النشر يعني بالمتنبي أو في مكاتب بغداد أسعار بأكو أسعار تنافسية لبعض المعارض طبعا هذا ما
يلفت الانتباه. وبعدنا نتجول ونشوف، واكيد راح تكون الزياره لاكثر من مره، ما يوم واحد ما يفي بالغرض، ما تقدر تغطي كل ال باكر تراب، دير بالك نجي لابسين كمامات. شكرا جزيلا ممنون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، ارجع وانوه واقول واكد على موضوع انه فد وقفه او فد مبادره للراحل مظفر النواب على القائمين على معرض بغداد، شوي التفاته بهذا الجانب. شلون سين؟ انا بكير. شلون الحمد لله. انت تعبانه انت؟ لا ما تعبانه، بالعكس فرحانه كلش، سعيده جدا بحضوري الى هذا الكرنفال العلمي والثقافي، وسعيده اكثر انه اشارك بكتابي هذا، كتابي التصوف في مصر وبلاد الشام، وضحت به أهمية التصوف وأركانه وطرائقه في مصر وبلاد الشام في عهد سلاطين الممالك. طبعا سألني أحد الأخوة ليش هنا الصورة هذه بها هذه المراقد، هذه مراقد أصحاب الطريقة العراقيين، فيعني أنه أنا أنحاز لعراقيتي دوعاني، يعني كلش أحب العراق وأحب بغداد، لأن أنا بغدادية الأصل، فقلت للمصممة أريد أصحاب الطرق العراقية اللي هذا هو الكتاب لك؟ لا، هذا الكتاب الثاني، هذا كتاب تخصصي بالتصوف في مادة الدكتوراه اللي أخذتها أنا بالفكر والحضارة الإسلامية. ممتنة جدا لهذا. وقعتي الكتاب اليوم؟ لا أنا وقعته يعني ومشكورة دار الورشة الفنية على هذا الإصدار الجميل، اللي يعني هذه الصورة اللي تشوفها والتصميم الداخلي صممته بسوريا ست فاطمة، وأنا ممتنة من عندكم على هذا اللقاء الجميل. شكرا شكرا. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي يعني أجواء، أتمنى أنه كل عوائلنا كل شبابنا كل الناس اللي عدها وقت بإمكانها تقدر تجي تشوف معرض بغداد، يعني يا ريت لو زميلنا محمد يشوفكم فد جزء من الصورة اللي خلفي والأمامي، على اعتبار أنه اليوم اليوم الثاني وجاي أشاهد يعني ما شاء الله تواجد الناس بكثرة عكس ما يوم أمس. اليوم شاهدنا المحافظات متواجدين، أهل بغداد موجودين، اللي عنده عمل موجود، وأيضا يوم غد يوم السبت ستكون هناك ندوة حوارية للإعلام الكبير جورج قرداح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مشان ياك مش حتى نشوف الناس جزء من الأجواء اللي هنا. نعم. شو وقت جيت اليوم؟ طبعا هذا بداية دخولنا للمعرض من هناك؟ اي نعم رصد خصوصا احد الاخوه الكوادر احد الاخوه اللي بالكادر صديقي استاذ ظفر علي، حقيقه من دواعي ظفر. نعم طبعا اسولف لك على ظفر، ظفر صديقي عزيزي هذا حبيبي، استلمه ويسلمني. اي طبعا ذمه ادزك علي بعد. الله يحفظكم جميعا. طبعا من دواعي سرورنا انه تقام هكذا معارض ثقافيه في العراق، خصوصا وان العراق كان قبل 2003 يعاني من حصار فكري، مثل هكذا معارض كانت مستحيلة حقيقة. الآن تجد آلاف العناوين والبحوث الفكرية، الدين، سياسة، علم، هذا كان العراق العراقي محروم منه، خصوصا المثقف العراقي. لذلك تجد سابقا في شارع المتنبي، هو المتنفس الوحيد للمثقفين، تجد معظم الكتب كانت مستنسخة. هسه الآن ما شاء الله يعني دور النشر من سوريا ومصر ودول عربية، 15 دولة إن شاء الله. طبعاً طبعاً، وهذه صراحة تتكرر بالسنة مرتين، يعني هاي نقلة نوعية في الثقافة العراقية، خصوصاً وأن أغلب المرتدين إلى المعرض هم طلبة الجامعات والأساتذة والباحثين والمثقفين الذين يبحثون عن الكلمة المؤثرة في المجتمع. نعم. اليوم وجدت كتب يعني جاي عليها؟ والله أنا بصراحة أول جاي عليها داخل اليوم كتب. أنت اليوم داخل الغميز؟ إي طبعاً ستوني يعني. بالك ستوني. شنو اليوم الكتب اللي جاي دور عليها؟ يعني عادة متنوعة، أنا اختصاصي الهندسة، لكن أبحث عن كتب إعلام، تنمية بشرية. سهل هلأ؟ الباراسيكولوجي. سهل هلأ؟ نعم. تروح القاعة رقم 3. اي هم دلوني. كان الدليل هنا. طبعا الله يحفظكم ان شاء الله. تحياتنا وحبنا الى قناة الايام. شكرا جزيلا. حياكم الله. وين راح نروح؟ راح نروح لزميلك ظفر علي. وين حبيبي؟ نعم مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا. الله يسلمك حبيبي استاذ. الاجواء جميلة.
اجواء لطيفه والجو حلو، ونتمنى انه احنا هاي اليومين تكون الترابه شويه تقل، يعني مو يدخل لنا اصفر وضباب يصير، يعني يا ريت نتمنى انه حتى هاي الاجواء تستمر، لان اجواء جميله خصوصا في ايش وقت، يعني بعد ما تغيب الشمس يعني من العصر لغايه الساعه 10 مساء الاجواء بمعرض بغداد لطيفه وجميله. الى هنا الصوت والصوره الى زميلي ظفر علي. الحمد لله احنا كادرنا موجود داخل القاعات، الاجواء جنانة زينه بوجود التبريد، وتراب قليل ماكو تراب، بس الله يساعدكم اللي برا. طبعا احبة المشاهدين نتجول على الاقسام باحد قاعات معرض بغداد الدولي، ووصلنا الى احد الاقسام اللي حقيقه ما عرفت شنو هي، اللي ندخل الهم ونعرف شنو افكارهم، كيف شاركوا بهذا المعرض، شنو مشاركتهم. طبعا تحياتنا ولو ازعجنا العالم. طبعا السلام عليكم، شلونك استاذ؟ عليكم السلام ورحمه الله يخليك، حياكم الله. اليوم لما يعني انا حقيقه جذبني الاسم، القسم الخاص بكم، مكتب سماحه الاب المربي الشيخ منتظر القفاجي، يعني باسم شخصي، هل حضرتك انت هذا؟ انا احد طلاب الاستاذ الشيخ المربي منتظر القفاجي. خلال كلامك مع احد الاخوه قلت انه هي مدرسه اخلاقيه، اشرح لي اليوم شنو مشاركتكم، هدف؟ احسنتم، جزاكم الله خير. اولا نتشرف بكم ونرحب بكم، وشكرا لاتاحه الفرصه لنا لتبيان ما نحن بصدده الان ان شاء الله بالمستقبل باذن الله عز وجل. الاب المربي الشيخ منتظر الخفاجي هو صاحب مدرسه اخلاقيه باطنيه تعنى عنايه خاصه بالتربيه الباطنيه المركزه. هذا من جانب. الجانب الاخر عند هاي المدرسه مجموعه مؤسسات مدنيه انسانيه، مثلا عندنا مؤسسه انسانيه مسجله برئاسه الوزراء اللي هي منظمة نور السماء الإنسانية، تعنى ببث روح التعاون واهتمام خاص جدا بالبناء الغذائي الفكري والمادي، يعني الإغاثة المادية. كذلك عندنا مؤسسة إحياء البلاد وخدمة العباد، احنا هذا طريق آخر نازلين به للمجتمع، اللي هو شلون إحياء البلاد عن طريق زرع الأعمال الإنسانية الطيبة بالمجتمع، مثل نظافة أو ما شابه ذلك أو غيره. يعني انت تنادي ولكن بعمل بلسان حالك وليس بلسان مقالك، انه تكون مدعاه للانسان الخارجي اللي يشوفك على انه يعمل هذا الفعل الطيب من مساعده او غيرها. خدمه العباد من باب الاغاثه الماديه او من باب زرع الافكار الصحيحه حقيقه جراء المفاسد اللي يتعرض لها المجتمع، وتعرف احنا جاي نتعرض المؤامره تجهيل المجتمع. فاحنا على عاتقنا. نعم انه نعم تفضل. من حضرتك تشرح على يعني بعض الكتيبات او الكتب اللي حقيقه من اصدار. تمام، هاي الكتب كلها من اصدارات الاب المربي، وعندنا مؤلفات اخرى، يعني احنا اليوم ما خارجين التنوع بالجانب العرضي، لا التنوع بالجانب الطولي، بانه مؤلف يختلف عن مؤلف. كتاب ومضات تربويه، عندنا كتاب يخص الجانب العرفاني وتهذيب النفس، يتكلم عن طبعا اول شيء الاهتمام منصب على بناء الأسرة. أكو إحنا عندنا اليوم مواضيع خاصة ببناء الأسرة ودور المربي الأب ودور الأم. ومن اللطيفة أنه تعرف إحنا نمر بمخاطر اجتماعية وتفكك أسري وتكثر حالات الطلاق. من اللطيفة أكو كلام للأستاذ الشيخ منتظر الخفاجي يقول أنت تفكك الأسرة جراء مشكلة معينة أو كذا، فإحنا لازم نعالج، فأنا نعطيك العلاج. شلون أنت يا زوج أو أنت يا زوجة نشوف أنت في الصفة عند زوجتك مو إيجابية في نظرك كذا، أو العكس صحيح عند الزوج، فأنت اليوم من تمر بمرض سكر أو ضغط مرض مزمن، أنه أنت راح تجبر تتعامل وياه، أنه ما تأكل هاي ما تشرب ذيك، بيقول لك اتقبل الآخر كمرض مزمن وحافظ على قدسية الأسرة، لأن إذا ضاعت الأسرة ضاعت المجتمع. فإحنا ندرك تماما أهمية البناء الأسري، ولكن اليوم احنا ننزل بما يناسب روح العصر بالأفكار، يعني روح الفكر لتلام العصر بتنمية بشرية محمولة بطياتها أخلاق
وروح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن بطياتها على مود شنو يكون المستقبل، مستقبلها بشكل طيب. يعني اليوم محور مكتبكم هو الأسرة، الأخلاق، وطبعا الأسرة في المجتمع تنطلق من عنده. واقع الحال يبني أسرة نواة مجتمع. أنت جاي تخرج، جاي تخرج ناس المجتمع. رسالة في سياسة المنزل، شنو واجبات الأب تجاه أبنائه؟ الواجبات المادية والمعنوية، يعني الواجبات المادية مثل توفير الحاسبة، مثل توفير الكذا، العيش الكريم، لقمة الحلال وغيرها بالممكن المتيسر، كذلك زرع المفاهيم الإيجابية. اليوم أستاذنا الفاضل من خلال تجاربنا، إحنا ننطي محاضرات توعوية بالجامعات، وننطي دروس أخلاقية طبعا مجانية بدون مقابل. حقيقة عندنا اهتمام بشرائح المجتمع، ولكن أريد أوصل لك فكرة اللي لقيناه من خلال التجربة. أنا اليوم من أجي أقبح فعل واحد، يعني فعل معين أو صفة، من أجي أقبحه ممكن ما يستقبلني، أجي أنا بأسلوب آخر أحاول أزرع عنده وأفعل، هي بالأساس صفة عنده، أفعل صفة إيجابية الله خالها بي سبحانه وتعالى، مجرد أنه تعدك الأسلوب لتفعيلها، أفعل هاي الصفة الإيجابية على مود تضغي على الجانب السلبي اللي عنده. اليوم من الإنسان يتمرس على فعل الخير وعلى تفعيل الصفات الإيجابية، تلقائيا راح تقل مساحة الصفات السلبية اللي عنده. كل التحية والشكر إليك. الله، كل التحية لكم، وتشرفنا بكم. الله يحفظك، شكرا جزيلا، مع السلامة. طبعا أحبت المشاهدين، شيء جميل يعني حقيقة، أحد الميزات المهمة اليوم في المعرض هو الجانب الأخلاقي والتربوي، شيء مشاركة حلوة وجميلة. الآن النخبة العربية للاستثمار والنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية، السلام عليكم. عليكم السلام، إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. أهلاوي أو زملكاوي؟ زملكاوي. أختار واحدة. أهلاوي. لا، أنا ألغي اللقاء، أنا زملكاوي، أعتذر. أخبارك؟ والله الحمد لله. أم الدنيا؟ والله بخير، بتسلم على العراق وأهلها وشعبها الطيب. ربي يخليك. اليوم حقيقة نفرح لما نشاهد من أكبر الدول العربية والإسلامية جمهورية مصر العربية تشارك في معرض في العاصمة بغداد. أريد أعرف يعني على قسمكم أو المشاركة، نوعية المشاركة. والله هو يعني اليوم الأول يمكن كان في تراجع بسيط في الإقبال على المعرض، بنقول بالسؤال يعني قالوا نظراً للامتحانات وكده، لكن اليوم الإقبال كويس جداً في عشان إجازة. لكن هو محبوب طبعاً في كل العالم. فالكتاب ده بيتناول طبعاً إن هذا الفتى في أول حياته خرج وكان كل أمله في الحياة إن هو يبرع في هذه اللعبة اللي أحبها العالم يعني. هل تم ترويج إلى من خلال الكتاب المصريين بشكل يعني نقدر نقول شكل حقيقي بشكل كبير، أو تحس هناك أكو تقصير اليوم؟ لا بص، هو محمد صلاح الحقيقة يعني هو طبعا فرض نفسه وثبت نفسه بموهبته. أنا فكرة أنا مشجع ليفربول يعني. طبعا طبعا يعني حتى لو ما كنتش مشجع لليفربول أكيد هترجع له إن شاء الله. فطبعا هو أثبت نفسه، لا ويعني بعتقد أنه أخذ حقه في الإعلام المصري والعربي. جذب إليه الجايين المشاهدين الزائرين، يعني حسيت أنه أكو اهتمام بي. يعني عندي كتاب يخص طبعا المجال السياسي في العراق اسمه مذكرات دبلوماسية عراقية للدكتورة سهى. يعني هي كانت بتعمل بالسفارات العراقية لسنوات عدة. فتمام يتكلم يعني عن فترة معينة؟ يتكلم عن فترة معينة من سنة 59، والكتاب يعني بيتناول أحداث من وزارة الخارجية العراقية، أحداث هامة أثرت في قرارات الدولة وأفكارها وما شابه ذلك. شكرا لك، ربي يخليك، وحقيقة نورت بغداد، ربي يخليك، الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين، أيضا يعني مشاركة مصرية أيضا كبيرة جدا. عندنا الآن مركز البحوث، ما ممسوح شيء او بغير، مو باللغه العربيه، الكمبيوتريه للعلوم الاسلاميه، حرف ايه، حرف حرف الكاف. كيفك سمحتي السيد؟ شكرا مولاي، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واقدم لكم واهنئكم واقدم لكم اجمل التهاني.
طبعا تحياتنا لك واهلا وسهلا في بغداد. شكرا. طبعا شيء جميل جدا المشاركه، يعني انا اليوم افرح لما اشاهد قسم مصري يما القسم الايراني واللبناني، وهاي اليوم الحقيقه المنطقه تحتاج مثل هذه المعارض للوحده، الوحده الاسلاميه اللي دائما نتكلم عليها. سماحه السيد، نوعيه مشاركتكم اليوم في معرض بغداد الدولي للكتاب. في البدايه انا اقول افتخر بهذه المشاركه، نحن نفتخر بهذه المشاركه ونتباهى به. وقلتم في كلامكم الوحده الاسلاميه، مركزنا مركز البحوث الكمبيوتريه للعلوم الاسلاميه برايي من المراكز الموفقه في اتحاد المسلمين. كيف نحن في برامجنا نستفيد من كتب اهل السنه والشيعه دون اي غرض او تعصب. والان في برامجنا في التفسير، الحديث، الروايات، التاريخ، المنطق، الكلام، الفلسفه، كل شيء، اكثر الكتب بالعربيه وكذلك من أهل السنة، ونحن نفتخر به. يعني نحن نريد أن نخدم العلم وأهل العلم. هدفنا تسهيل أمر الدراسة للباحثين والدارسين في أقصى نقاط العالم، في وكذلك تسهيل الوصول إلى النصوص الإسلامية بأي سرعة، يعني بأعلى سرعة. من لأجل هذا تأسس هذا المركز قبل 32 سنة تحت رعاية السيد القائد الخامنئي بإيران، وأثناء هذه السنوات الحمد لله توفقنا بإنتاج أكثر من 400 برنامج على الويندوز كما تشاهدون. هذه نبذة عن برامجنا. وكذلك الحمد لله وفقنا لإنتاج أكثر من 20 موقع إلكترونية مثل نور ماكس، مثل نور لايف الحمد لله، وكذلك لدينا تطبيقات للنقالات. وجدير بالذكر أن أقول هذا، لدينا الآن في خزانة المركز بالنسبة إلى النصوص للعلوم الإسلامية والإنسانية لدينا أكثر من 6 مليارات كلمة متوفرة للعلوم الإسلامية، 6 مليارات كلمة متوفرة من العلوم الإسلامية والإنسانية. وفي عام 2009 من قبل منظمة الدول العالمية نحن عرفنا الأمم المتحدة نحن عرفنا بأكبر منتج في العالم في مجال البرامج الكمبيوترية للعلوم الإسلامية والإنسانية. نعم، وهذا اعتبار للعالم الإسلامي، لا لإيران الإسلامي، هذا للعالم الإسلامي، للمسلمين. يعني اليوم مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية نور ما تعتبره أنه جنسيته إيرانية؟ نعم، هو إسلامية. نعم، هذا مؤسس مركز الإسلامي وهدفه الخدمة لأهل العلم، إما جامعي، إما حوزوي، إما الأستاذ، إما التلامذة والجامعيات والجامعيين. هدفنا هذا، والحمد لله تمكنا من ذلك. وإن شاء الله نريد، يعني الآن بعض برامجنا يبتني على هذا، يعني على الذكاء الصناعي، على الذكاء الصناعي في النصوص الإسلامية. نعم، الآن نحن استخدمنا العقل الإلكتروني في إنتاجاتنا الحمد لله. رأيكم بالمعرض بغداد دول الكتاب ورأيكم بالمشارك؟ الحمد لله، يعني لم نكن نشارك في السنوات الماضية للأسف، ولكن لأجل كورونا أو أشياء أخرى، ولكن الحمد لله الآن شاركنا هذا المركز، معرض كبير واسع الحمد لله، جيد جدا، ونشاهد المشاركة عظيمة جدا من قبل الشعب العراقي والمشاركين من البلاد المختلفة من العالم الإسلامي. كل التحية لكم وأهلا وسهلا بكم في بغداد. شكراً. لو لم أتكلم بصورة جيدة باللغة العربية أعتذر. أنا شخص فارسي. يا فهمت العربية كلها فهمت. ربي يحفظك سيدنا، الله يخليك، الله يحفظك. إن شاء الله، بس خلينا نكمل تصوير ونجيك. الله يخليك. طبعاً أحبت المشاهدين، يعني حقيقة الكرم الجميل لكل الوفود المشاركة. صار طبعاً الازدحامات يعني كبيرة جداً. ندخل جوه. طبعا كل الشكر للكادر حقيقه، يعني متعبيه كادر قناه الايام الفضائيه من المصورين وايضا علاقات اليوم بوجودهم. مين ندخل؟
السلام عليكم، شلون السيد؟ شلون شبعك؟ أهلا وسهلا. أنت مشاركك مشاركة ويا الدار المصري. دار كتابي للطباعة والنشر والتوزيع مصر. أنت عراقية؟ أي نعم. صرت ويا القسم المصري؟ يعني هم يجيبون يعني موظفين وياهم من مصر، فيجون هنا أكيد راح يحتاجون موظفين. أنا قارئ يعني وأحب الكتب، فشاركت وياهم. أريد أعرف نوعية مشاركة اليوم القسم الأقسام المصرية. ما شاء الله مشاركة جدا رائعة وجدا كثيفة. اليوم دار كتابي للطباعة والنشر، شنو نوعية الكتب القادعة؟ هي أكثر شيء يعني حتى العراقيين يجد يصير طلب على الكلاسيكيات يعني مثلا، ومرات يصير يعني زهق منهن، كان عندهم يعني هم مجموعة جديدة يعني حلو تنويع يعني روايات يعني حتى خاصة بالكتاب يعني الكاتبة. شنو أكثر شيء كلاسيكيات كم يعني تم إنه الاقتناء من قبل المشاركة؟ الحيوان أكثر شيء، مزرعة الحيوان جورج أوريول. عندك البؤساء هم صار عليها أقبال. يعني هذه رسالة، هي مو هي علم الحيوانات ولكن بها هدف سياسي كبير. ليش من الكلاسيكيات العظيمة؟ بؤساء بعدي قاعد يعني اقتنوها العالم. طبعاً أنا يعني كان شيء كلش مشجع اليوم، أنا توقعت إنه ما راح يصير هيك أقبال وراح يصير هيك مبيعات يعني جيدة. يعني كلش كان اليوم مشجع يعني، وخليك انه تحس انه بعد اكو اقبال على الثقافه بالعراق، يعني بعد اكو ناس تحب تقرا، بعد اكو ثقافه. انا يعني قلت لك كنت كلش متوجزه يعني خفت. الكلاسيكيات كلها مره علينا، يعني اقول العالم اكيد اقتنتها بسنوات، بس قاعد يشترون النسخ الجديده. مو بس مساله نسخ جديده، يعني تعرف انه اكو ما يعني شباب يعني بعدهم ما عندهم نسخ قديمه او شيء، يريدون يطلعون على الشيء القديم. وهاي طبعا هذا جذبني في الكتاب، هو ابن رشد، هذا عن حياتي؟ هذا اي تأليف عباس محمود العقاد، يعني عن حياة ابن رشد، يعني هم عن حياتي، عن نتاجاته العلمية. طبعا طبعا. نعم طبعا نورتونا، واهلا وسهلا، ولو تبت البلد يعني ربي يحفظكم ان شاء الله. طبعا ارحب بالدكتور حيدر. ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا ارحب بكم بوجودكم في بغداد السلام، في بغداد المحبة، في بغداد الثقافة، في بغداد التي تقرأ كثيراً وتكتب الآن كثيراً. الله يحفظك إن شاء الله. الأناقة جميلة جداً. أنت يعني أنا أوصل إلى أناقتكم ما قدرت، فأنتم الأجمل، أنتم الأحلى، عيونكم الأحلى، أنتم الشباب الواعد الذي نعول عليه في بناء العراق. العراق الجديد يحتاج هكذا طاقات وهكذا قنوات فضائية تسلط الضوء على حركة المواطن في الشارع الثقافي وفي المعرض الكتاب. دكتور رأيك بالمشاركة، رأيك بالتنظيم، الأمور اللوجستية؟ يعني أولاً أنا أنظر إلى النظرة، طبعاً متعب، عمل متعب، عمل شاق، حضور 300 دار نشر إلى هذا المكان في ظل ظروف العواصف الترابية وفي ظروف يعني مالية وأزمات عالمية. أنا أعتقد هذا إنجاز كبير جداً ورائع. اليوم هاي المكتبات قدمت لنا يعني مائدة من الكتب الجميلة والرائعة، وتشوفنا احنا من الناس اللي جينا من وقت حتى نقدر نحصل على الكتاب. فحقيقة اليوم كل القضايا اللوجستية هي متوفرة بشكل كبير جدا رغم الظروف القاسية. في دبك دار نشر؟ والله كل دور النشر حلوة، حتى الناس اللي جايين حلوين، تعاملهم لطيف، هنالك حصومات يعني في بعض الأحيان، يعني حينما تتحاور معه ممكن يجعلك تخفيضات على الكتاب. أنا شفت كتب جديدة، ولذلك كانت البضاعة لي اليوم هذه التبضع البسيط، ومع بداية دخولي كم شراء كم كتاب، وبقية الكتب اشتريتها وحفظتها يم دور النشر، لأن شفت أسعارها جيدة ومناسبة. قلت لك على رغم الأزمة المالية، يعني أنا أعتقد في شيء جميل جدا أن يكون في العراق هكذا نوع من المعارض، نتمنى أن تتجدد وتتطور. وتدري احنا يعني نتمنى تكون بعد أكبر، يعني بدل 300 دار تشارك بعد دور نشر أكبر. نعم لا نطمح أكثر، يعني قد يكون الرقم مفتوح. وانت تدري احنا عندنا معرضين بالسنة، معرض تقيمه أيضا جهة الناشرين وجهة أخرى، فنحن نطمح أن تكون معارضنا القادمة بعد أكثر تطورا. إيش نحتاج غير هذه الوقفة الجميلة وهذا التصوير الجميل؟ كل الشكر لك دكتور، ربي يحفظك. أشكركم تحياتي ومحبتي إن شاء الله لكم جميعا. طبعا أحبتي المشاهدين، الآن وصل مرحلة الانتقال الزميل علاوي أحمد. نعم زميلي ظفر، مشاهدين الأكارم، احنا متواصلين وياكم بحلقتنا، حلقة برنامج خير وجليس. وأيضا بالتالي اليوم يعني أعيد وأكرر أنه العوائل جاي نشوفهم بكثرة متواجدين، وهذا الشيء مفرح في معرض بغداد الدولي. يقول الله يساعدك، الله يعينك، يسلمك، الله يسلمك. لا ما تعبانة بالعكس، الله يسلمك، يعطيك العافية، الله يحفظك. الأجواء شلون وجدتيها اليوم؟ حلوة زينة.
ما شاء الله شفت الجاينت والعائله. اي ان شاء الله. هاي اول مره تجون؟ لا كل مره، كل ما يجي كل ما يصير الفتح يعني معرض نجي احنا نجيب العائله ونجي. تعرف اليوم شلون عرفت انه المعرض منفتح؟ بال يعني يعطون اخباريه بالانترنت يعني متابعين طبعا. شلون لا ما نتابع الموضوع من ضمن اهتماماتك طبعا. اي اكيد اي اكيد ان شاء الله. وعلى طول تجون؟ على طول دائما. لا صدت العشر ايام لو بين فتره؟ لا لا بين فتره وفتره يعني من يحتاجون كتاب او شيء يجي احنا. ايش تحتاجين غير الكتاب؟ هو يعني كل ما يحتاجون كتاب يعني يقولون نريد الكتاب. ما تسوين كتاب؟ شوفير مالتهم. الله يسلمك. يعني ابنائك هم اليوم بس جايين؟ اي بناتي وابني. رب البيت طالع من الحمر. لا لا تعبان خطيه يعني ما لا 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 بالعكس هو هم اعلامي وكاتب هم يكتب بس تعبان اليوم شويه. اي قال انت روحي اقليهم لان هم هم نطعين عليه شويه هم يكتبون وهذا. ما شاء الله في خامات. اي لا عندي بنتي صغيره تكتب يعني كاتبه كبيره. اه كبيره مدرسه هي هم انا لغه عربيه هم انا لغه عربيه ومدرسه مدرسه لغه عربيه. شلونك الحين؟ اهلا وسهلا. ما شاء الله مدرسه ولغه عربي بتفضلين هنا بس ما مبين عليك نعمه. اي ما صار ما تخرجت 3 سنين تقريبا. يعني تخرجتي؟ 3 سنين تخرجت 2019. زين ودخلتي مجال التدريس؟ جاي تدرسين حاليا؟ اي سعيد؟ لا لا اهلي اهليات. ليش المدارس الاهليه دائما يعني اكو بها غبن بحق المدرس او المعلم يعني راتب 250 350 اكو؟ اي صحيح يعني 250 300 والدروس تكون هوايه ايش تسوي؟ بس احسن قاعده بالبيت تتمرن هم. ليش مثلا الحكوميه تنطى اكثر؟ مو هو يعني حكومي ماكو يعني هسه خالي من الاوائل. استغلال يعني؟ مثلا الطالب احنا حسب ايش القصد مالتكم؟ يعني يمكن الطالب مليون حسب حسب المرحله. اكو مراحل مليون اكو مليون ونص اكو 750 ياخذون معدهم. جايين طول المدرس 300 و350. هم أنا حسب عدد الطلاب مثلا اذا عدد الطلاب هو المستثمر ينطي راتب اكثر. بس خلينا بموضوعنا احنا اليوم، وجدت الكتب اللي تحتاجها؟ لا صراحه ما ادري القى كل الكتب يعني دورت بس بعدني بعد عندي هوايه فره. لغه عربيه تدورين؟ لغه عربيه وهم اقرا روايات كذا حتى اللغه. ما شاء الله والدتك قالت انه الوالد اعلامي وصحفي يكتب، انتم تكتبون؟ اني مو كلش بس اختي الصغيره تكتب هوايه. ما تكتبين؟ لا مو كلش يعني تكتبين؟ أنا أقرأ هي تكتب. شلون الأسعار وجدتيها اليوم؟ لا حلوة أسعارها نفس الطبيعي المتنبي وهي الشيء. بعض الكتب اللي مثلا ما لقيتها هنا ما كان قدرت تلقي يعني ما بحثت عليها بالإنترنت تفضلي هنا تعالي. ما بحثت عليها بالإنترنت بالبي دي اف؟ اكو بي دي اف موجودة واكو نص الكتب ما لقاها بالبي دي اف العفو فشو أسوي؟ أروح للمتنبي ما لقاها بالمتنبي أجي هنا أنا. البي دي اف يسواها سوى واحد يقرأ؟ مو كلش مو مثل ما تلزم كتاب بإيدك وتقرأ به يختلف. البي دي اف يسواها؟ لا لا طبعا لا لا مو قلم وانا كمان يعني اقرا قصص واي قاري يعني قصص يعني اي اي شفته واي قصص اقرا بس يعني ما اتذكر شنو اسماء القصص او العنوان موجودك القصص مال اطفال بعد زعلتيها لو تشتري؟ لا ما زعلتها بس انا احب يعني يعني اقرا جرايد اقرا يعني الشغلات بس يعني امتع تصير من الـ من الـ طبعا من الموبايل اي لا اي طبعا امتع هوايه امتع اي صحيح يختلف هواية وين اذا طالب قاعد قدامك وهي الشيء يعني يختلف هواية. اليوم دراستكم اللي جاي درسوها الطلاب بمن يستوعبون اكثر؟ طبعا بحضوري قدامي واشرح له ورقه وقلم وامسحنا يلا يفتهم علي. الالكترون يغش شوي السوالف. صعب العربي رحتي له؟ شو اسوي هاي قسمتي بعد؟ لا لا بالعكس حلو العربي حلو لغه حلوه بالعكس تعلم هواي كلمات صعبه. اي كلمات صعبه هي صح العربيه. اكثر شيء واجهتي بالصعوبات فيه باللغه العربيه؟ هو بس النحو شويه. انا احب الادب كلش احب الادب ما عندي اي صعوبه بيه بس النحو لا شويه صعوبة لانها قاعد تعرف القواعد وعراب وهي الشيء خاصه بال يعني سنه اولى ثانيه بس من تصعد سنه ثالثه رابعه لا تتمكن الحمد لله. شكرا عيني. شكرا. نعم مشاهدي الاكارم متواصلين وياكم وبالتالي ايضا يعني احنا اليوم دائما يعني اقول انه اذا عندكم وقت تقدرون تجون استغلوا الفرصه باقرب وقت لان الاجواء جميله هنا والاسعار اليوم اغلب الدور دور النشر متعاونين واكو تخفيضات بالنسبه للكتب التخصصيه والكتب العامه وغيرها من الامور. نشوف سايقنا هنا شلونك حبيبي؟ لا الولد هيك يعني قال مبين تعبان وما بيحيل. هنشوف الاخ هنا. السلام عليكم شلونك حبيبي؟
شلون اخبارك؟ الحمد لله. شو ضايق؟ لا بالعكس. تعال طرف الطرف. اشتري كتابه سلمت لك لا هي بالعكس. شلون الاسعار؟ لا زين الاسعار. يوم اول يوم؟ لا ثاني يوم. ثاني يوم يعني بها موجود؟ بارح موجود. والاسعار شلون هيك؟ يعني الاسعار مناسبه. الاجواء احكي لي على الاجواء، صار لي ساعه اقنع بالناس اللي جاي تشاهدنا تعالوا باقرب وقت لان الاجواء جميله. الاجواء كلش حلوه. جامعيه الاجواء. ما ادري. الجامعيه قلت ما ادري. ما ادري الجامعيه. ماليش ما طوبه الاجواء. شكرا جزيلا. شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا حبيبي، الله يحفظك يبارك فيك. احنا يعني معك حميد نوراس مدير قسم هارك شاحات وزاره الداخليه. اهلا وسهلا بك، الله يحفظك. يوم الكتب اللي جاي تبحث عنها ضمن اختصاصك؟ والله هو فرصة المعرض يعني فد ظاهرة حضارية جيدة وهو عرس ثقافي. وزارة الداخلية يعني حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم شاركت بشكل فاعل بخصوص مثل هكذا الافتتاحية والمشاركة. عندنا جناح خاص لوزارة الداخلية دائما ما تصدر توجيهات من قبل السيد المعالي وزير الداخلية بالمشاركة بمثل هكذا فعاليات اجتماعية وثقافية من خلال دائرة العلاقات والإعلام بإشراف اللواء الدكتور سعد معن لزيادة التوعية الأمنية بشكل خاص والتوعية الثقافية بشكل عام. وأيضا هنالك منشورات تصدر من قبل دائرة العلاقات والإعلام سواء كان على المقروء أو المرئي أو المسموع، كثفنا من هذه المنشورات، حاليا نعرض بعض المنشورات. وأيضا هنالك فعاليات أخرى من قبل الشرطة المجتمعية ومن قبل يعني قسم محاربة الشائعات والأقسام الأخرى بتثقيف المواطنين، استغلال مثل هكذا تجمعات لتثقيف المواطنين أمنيا. وأيضا هنالك تكثيف وتوجيه بخصوص الحذر من التداول وكثرة الاستعمال السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي الذي بالتالي يؤدي إلى نشوء جرائم أو ما شابه ذلك ضد الأفراد. دائما ما نستغل مثل هكذا يعني فعاليات ومثل هكذا مهرجانات للمشاركة الفعالة من خلال عنصرين، عنصر التوعية وأيضا العنصر الآخر هو تأمين مثل هكذا فعاليات. فوزارة الداخلية كانت وما زالت أنه فعالة بوضع البصمة البارزة لمثل هكذا فعاليات وخدمة المواطن. نأمل من الأخوة المواطنين المشاركة الفعالة في مثل هكذا أعراس ثقافية لإعطاء صورة واضحة للعالم أن الشعب العراقي هو باقي وخاصة الطبقة الشبابية هي باقية تتجدد وأيضا تثقف نفسها، لأن دائما الثقافة هو ثقافة هي التي تبني السلم المجتمعي والسلم الأهلي، وبالتالي نصبح نصبو إلى مجتمع خال من الجريمة ومجتمع مثقف إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم. نعم مشاهدي الكرام، احنا مثل ما بديت بشعر للراحل مظفر النواب، يعني قبل لا أنهي هم أذكر أنه يقول مظفر النواب: أنا مع المسيح شرط أن لا يصلب، ومع محمد شرط أن من دخل بيت أبا سفيان فهو غير آمن، ومع الفقراء شرط أن يقوموا بثورة ضد الطغاة، ومع علي بدون شروط. وأيضا بالتالي قبل الختام هي دعوة للقائمين على معرض الكتاب بغداد الدولي أنه يستذكرون ولو الراحل بشيء بسيط. يعني هاي الأيام بما أنه الراحل اليوم توفى، فممكن أنه الأيام المقبلة نشهد فد استذكار أو فد مجلس تأبين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج خير جليس من المصور محمد سلمان وياسر أبو الهندسية و سيد لؤي والكثير منهم وبالخصوص أوس. ختام التقبل وتحياته وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.